2016 الذي تواصلت فيه انطلاقات ميدان المرموم والميدان الذكي في هذا التجمع الكبير وبهذا اللقاء الأخوي الجميل لمحبي الأصالة لمنطلق تحديات الأصايل وانطلقت الثنايا. تهانينا لكل الأخوة الفائزين بالرموز في صباح هذا اليوم والفائزين بسيارات وناموس هذه الأشواط التي مضت. تتواصل أشواطنا والشوط الثامن في أشواط الثنايا تعلن عنه الانطلاق في بدايته وتحدياته الخاص بالبكار الثنايا المهجنات الأصايل في 8 كيلومترات. نسير مباشرة مشاهدين العزاء عبر شاشة دبي ريسنج من ميدان المرموم إلى المراكز الأولى إلى الانطلاق الأول. تسيطر هذا النوع الفريد السيطرة مشاهدين العزاء من قبل جيلان اللي تقود المشاركات اللي تقود المنطلقات وراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يقود جيلان على المركز الأول وهي تتصدر المجموعة من النوع الفريد نوعية خلي الجميلة. بينما تأتي العنود في المركز الثاني العنود وناصر بن غانم بن علي بن حمود الظاهري يقدم العنود على ثاني المراكز بينما المركز الثالث تتقدم فيه وتاتي التزام عبد الله بن محمد بن يمعة بن معضد بن جبر الذي يقدم شعار المتحدي. هذه التحديات الجميلة نقلة على المركز الرابع ورابع المراكز بنلقى في قيادة غياد وحمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري يقدم قيادة على المركز الرابع. أما المركز الخامس فشوف التحدي والدخول على المركز الخامس في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع احتكار مشاهدينا. ولكن تتقدم في هذه اللحظات الرياضية لعلي بن سالم بن علي بن شرارة الاكتبي التي تأتي في هذا الانطلاق على المركز الخامس. بينما المركز السادس تتقدم قلادة تأتي في هذه اللحظات ويأتي صالح بن محمد بن نصرة العامري مشاهدين العزاء يقدم قلادة في هذا الاندفاع على سادس المراكز. بينما المركز السابع وصلت في هذه اللحظات معزة يأتي متعب بن طالب بن شريم المري. بينما المركز الثامن تتقدم في ثامن المراكز وتأتينا مزنة أحمد بن سعيد بن برو الحميري. بينما المركز العاشر هذه شديدة خليل بن ناصر بن حمد الشهواني يقدم مشاهدي العزاء شديدة. الشوط يحمل شدة الشوط يحمل تحديات الشوط يحمل شعارات انصالت وجالت الشوط يحمل عمالقة ونجومية كبيرة في عالم الأصايل في هذا الشوط باختلاط الشعارات والأسماء القوية وهذه الأعداد الكبيرة والرائعة في هذا الشوط وهو ثامن الأشواط في تحديات هذا الصباح. العشر المراكز أكملنا نداها للثمانية كيلومترات أكملنا نداها في أول ندا لها عودة إلى المراكز الأولى عودة إلى شعار مرقم الحاضر والمقدم كل ما هو جميل في صباح هذا اليوم شعار الرموز شعار الكاسات في هذا الاندفاع. تتقدم مشاهدي العزاء جيلان وياتي أحد شبابنا راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الذي يقدم جيلان اللي تتصدر المجموعة وتقود مساري هذا الشوط وتتحدى المنطلقات المهجنات في ثامن الأشواط. بينما المركز الثاني تتقدم العنود في المركز الثاني العنود مشاهدين العزاء أحمد بن غانم بن حمودة الظاهري يتقدم في هذه اللحظات. نقلة على المركز الثالث ثالث المراكز تتقدم في هذه اللحظات وتتواجد اللي هي فريدة. تتقدم فريدة مشاهدين الأعزاء بهذا الانطلاق
هناك تتواجد مشاهدي الاعزاء فريدة عبد الله بن محمد بن حزام بن ديلة المري القادمة في هذا الانطلاق، بينما التواجد من الجانب الآخر لقيادة وحمد بن ناصر بن محمد بن شابل المري في المركز الرابع في هذه اللحظات. أما المركز الخامس فتقدمت في خامس المراكز ووصلت الرياضية لعلي بن سالم بن شرارة الاكتبي الذي يقدم الرياضية، وصل بالنصرة من الجانب الآخر، وهذه قلادة صالح بن محمد بن نصرة العامري تتقدم في هذه اللحظات. بينما في هذا الانطلاق هذه الست المراكز اللي انطلقت على المراكز الأولى، أما المركز السابع فبنلقى فيه شديدة خليل بن ناصر بن حمد الشهواني يقدم شديدة على المركز السابع، والمركز الثامن وصلت في ثامن المراكز وتقدمت هذه راهية، هذه راهية مشاهدينا متابعين الكرام، يقدم لنا راهية محمد بن غريب بن راشد المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، أو محمد بن غريب بن راشد المنصوري الذي يتقدم. بينما المركز التاسع كيف وياتي علي بن خلفان الرفيس الاكتبي، بينما المركز العاشر وصلت في عاشر المراكز غزوة لهادي بن سالم بن محمد بن بخيت المري. هذه العشر المراكز، هذا النداء الثاني مشاهدين العزاء للعشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط، ولا زالت الأسماء ولا زال الشوط يسير بهدوء، ولكن ترقبوا عاصفة هذا الشوط. هناك بعد الاثنين كيلو متر، لأن الشوط يحمل أثاره ويحمل حماس، ولكن الثمانية كيلو مترات تحتاج للتأني وتحتاج للهدوء مع المضمرين والمسايرين للأصايل في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الشيق. يا سلام ميدان المرموم مشاهدين العزاء، اليوم الذي قبل يوم الختام، قبل يوم الختام أثار وحماس شاهدها المشاهد، تابعها المتابع عبر القنوات في هذه الأثارة وفي هذا التجمع الكبير هنا في دانة الدنيا دبي في أرضية ميدان المرموم الذي انطلقت في هذا الختام الشيق، عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى المركز الأول. لا زالت جيلان تتقدم المشاركات، تنطلق من البداية من الستار وهي على مقدمة الشوط، تتحمل مسؤولية هذا الشوط على عاتقها مع شعاري مرغم، مع راشد بن محمد بن راشد بن غدير الذي يقدم جيلان على المركز الأول، وأهالي مرقم القادمين بكل ما هو جميل وكل ما هو رائع في صباح هذا اليوم. بينما المركز الثاني يأتي شعار المفاجآت الحاضر دائما بالإنجازات، شعار بالنصرة كذلك يقدم لنا قلادة صالح بن محمد بن نصرة العامري قادم بمحمد ومقدم في عالم الأصالة كل ما هو رائع وجميل. المركز الثالث وصلت معزة، وصل طالب بن شريم، متعب بن طالب بن شريم المري، كذلك أيضا شعار مضمر القرن القادم بهذه الاندفاعات وهذه الانطلاقات الجميلة. بينما وصلت فريدة عبد الله بن محمد بن حزام بن ديله المري، أيضا يقدم فريدة بشكلها وأداها الجميل الفريد والرائع. المركز الرابع الرياضية لعلي بن سالم بن علي بن شرارة الاكتبي يتقدم على المركز الخامس، عفوا على خامس المراكز. المركز السادس شوف الوصول، وصلت براقة حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري يقدم براقة على المركز السادس. أما المركز السابع هناك بشعار المجازف، هذه مزنة أحمد بن سعيد بن بروك الحميري على سابع المراكز. المركز الثامن وصلت شديدة لخليل بن ناصر الشهواني وتقدمت في هذه اللحظات، أشوف اسم جديد وصلت لغزيل راعية الثيل غانم بن منصور بن غانم السيف الخيارين. والمركز العاشر هذه غزوة لهادي بن سالم بن محمد بن بخيت المري، الله
الله يا هذا شوط، الله يا هذا شوط، الله يا هذا التجمع، الله يا هذه الأسماء. بدت المعركة، بدت الأمور، بدت الأوامر. هذه لحظات العاصفة، هذه اللي قتلكم. كان الشوط في هدوء، ولكن ترقبوا وشوفوا لائحة الكيلومترين اللي أوعدكم بها أنها بيكون الشوط بسرعة، بيكون الشوط بأثارة، بيكون الشوط بحماس قوي. لا زالت جيلان تتصدر هذا السيل، تتصدر هذه المجموعة. جيلان مشاهدينا متابعينا الكرام مع الألف ومئتين، مع الكيلو المتر الأخير، مع الكيلو المتر الأخير. جيلان تتقدم المشاركات. راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير يتقدم ويقدم جيلان بو راشد، يقدم جيلان في هذا الانطلاق. ولكن شوف التحرك، وصل بن شريم، وصل بن شريم من الجانب الآخر، وصل حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. غير إلى مقدمة الشوط، غير ومقدم براقة، مقدم براقة. متعب بن طالب بن شريم المري من الجانب الآخر مع معزة، مع معزة. جيلان راشد بن محمد بن راشد بن غدير في المركز الثالث، وقلادة صالح بن محمد بن نصرة في المركز الرابع. الله يا المعركة، الله يا الأمتار الأخيرة، الله يا بن شريم، الله يا مضمر القرن، الله يا سلام يا سلام. انطلقت، انطلقت معزة، انطلقت إلى مكان المعزة، إلى مكان الفوز والناموس. بن شريم شعار يعرف الناموس، شعار يعرف طريق هذا المكان وهذا الموقع. تهانينا والناموس مشاهدينا الأعزاء. هذه معزة، متعب بن طالب بن شريم المري. تهانينا لطالب بن شريم، تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري خلف هذا الشعار وهذا الإنجاز. شكرا حمود بن صبيح الوهيبي من تابع، من تابع التضمير. المركز الثاني وصلت براقة لحمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري. المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث شديدة لخليل بن ناصر الشهواني. المركز الرابع قدمت فيه وتقدمت غزوة لهادي بن سالم بن بخيت المري. والمركز الخامس، المركز الخامس التزام لعبد الله بن محمد بن يمعة بن جبر اللي وصلت في المركز الخامس. هكذا كان الشوط، ولكن عودة إلى التوقيت الزمني وعودة إلى معزة. متعب بن طالب بن شريم المري اللي انتزعت بمعزة ناموسي هذا الشوط. 12 دقيقة و40 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمتعب بن طالب بن شريم المري على هذا الفوز وعلى هذا التفوق الرائع والجميل في هذا الشوط في جدارة بعد هذه المعركة والتنافس بينما وصلت في المركز الثاني براقة. قطعت المسافة في 12 دقيقة و44 ثانية وجزء واحد من الثانية. مالك براقة حمد بن سيف بن محمد بن عيف العامري، تهانينا له على هذا الفوز بالمركز الثاني والتنافس الشيق بينما المركز الثالث شديدة توقيتها الزمني في الثلاثة في 8 كيلومترات 12 دقيقة 44 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا لمالكها مشاهدي الأعزاء خليل بن ناصر بن حمد الشهواني على هذا الفوز. تهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا